الجنة هل فيها شيء من الحزن؟ وفيها شيء من الكدر؟ وفيها شيء من التعب؟ وفيها شيء من النصب؟ أم ليس فيها أي شيء من ذلك؟ كيف تتبدل أحوال الدنيا في الآخرة؟ قد يكون الرجل منعما في الدنيا وغير ذلك في الآخرة، وقد يكون الرجل بائسا في الدنيا ويكون حاله مغايرا تماما في الآخرة. هل سيشعر المؤمنون بالأحزان والضيق الذي مر عليهم في هذه الحياة الدنيا عندما يدخلون الجنة، أم سيذهب كل ذلك؟ ما مصير ما تنعم به الكافرون من نعم الدنيا؟ هل نعيم الجنة مشابه لما نعرفه من نعيم الدنيا، أم يفوقها بمراحل؟ سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. هنا بعمر الزهور جيل هواه هداك، طاب اللقاء والشعور على بساط ضياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. حياكم الله يا الربع. الله يحييك. حالك الله يسلمك. هذه من الآيات الجميلة. اي والله، حتى وانت تقراها انا ابتسم. الله يجزاكم خير. شعرت بالسعادة. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. من الذي قال هذا؟ اصحاب الجنة. ايوه، اهل الجنة. اهل الجنة قالوا هذا الشيء. سبحان الله، الإنسان في هذه الدنيا هل يعيش دوما في صفاء؟ لا، دار ابتلاء. زين، والغني واحد يقول لك انا عندي فلوس، ايش المشكله يا ابني؟ ليش قلت لا؟ يعني انا الله منعم علي، عندي مليارات، اي شيء ابغيه يجيني الى عندي. بيموت في النهايه. هذا اختبار من الله. هذه مشكله. نعم، في النهايه الحياه ما تدوم، يعني الحياه مؤقته. تلاقيه عنده مشكله صحيه. صح. عنده شيء. أيضاً هذا اختبار من الله على إنه وين يصرف فلوسه. الرزق اللي يجي غني، لكن اختبار من الله يشوف وين يصرف فلوسه. نعم. الله يستبدل أقواماً في أقوام. نعم. إذا ما تصرف فيه بشكل طيب الله يستبدله. تمام. فهذه الحياة الدنيا ليست صافية لأحد، صحيح؟ فهو أصلاً أول ما ينولد ما يكون ملك نفسه مثل ما نقول، يتصرفون فيه، صحيح؟ يودونه ويشيلونه ويجيبونه ويحطونه ويخرج اصلا صارخا باكيا ومثل هالامور. بعدين يقول لك انا لازم اروح المدرسه عشان اتعلم، احافظ على هالثروه، فيها ضغط احيانا عن نفسي، اقوم الصبح حتى يعني اصحاب المال وكذا، لا تظن انه بس راقد في البيت هو مرتاح، لا، هو ايضا يفكر ألف مره كيف يحافظ على فلوسه، على هذه الاموال، كيف ينميها، كيف كذا كيف كذا، والا ذهبت أدراج الرياح. فالإنسان سبحان الله كل واحد بتشوفه بتحصل عنده شيء من ينغص حياته، شيء من الكدر. يعني حتى بعضهم سبحان الله رأينا
وهو من أصحاب الأموال الطائلة. خرج يتمشى في الشارع الساعة 2 في الليل. تخيل الساعة 2 في الليل. ما جاه نوم. يحاول ينام يحاول ينام، يقول فيني أرق، ما أستطيع أن أنام. ذهب عند دوار، يقول أشوف واحد حاط كرتونة على طابوقه وراقد. يقول أنا ما قدرت أستحمل، نزلت نزلت عند الرجل هذا. يقول وراقد راقد تماما، يعني في نوم نوم عميق. فقلت له قومته، يقول قلت له أنت كيف راقد؟ يقول أنا عندي مخدر ريش نعام وكذا وما أستطيع أن أنام. فأنت كيف راقد؟ يقول له إذا القلب مرتاح وترضي الله سبحانه وتعالى فأمورك تكون طيبة. الله. فأشوف يعني حتى في أبسط الأمور هذه الإنسان يحس فيها بتنغيص وكدر، لكن إذا دخلت الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى يذهب كل هذا التنغيص، يذهب كل هذا الكدر، يذهب كل هذا الحزن بغمسة واحدة. بغمسة واحدة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأبأس أهل الدنيا ويكون مؤمنا. أنت تصور هالشيء، أبأس أهل الدنيا، إيش يعني هذا؟ لا عنده بيت، حياته كلها كدر، لا عنده أكل يأكله مثل الناس، لا عنده مأوى، لا عنده كذا، الله يعلم شلون عايش شلون يمشي حياته. أحيانا تشوف الناس اللي يسمونهم هوملس، اللي من غير بيوت وكذا، يكسرون خاطرك يعني. صحيح. فهذا قطعا حالة أسوأ من هؤلاء، لأنه أبأس أهل الدنيا. فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة فقط. ها في رواية يصبغ صبغة من صبغتي أهل الجنة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ مر عليك بؤس في حياتك؟ إيش يقول؟ لا والله. ويؤتى في العكس بأنعم أهل الأرض ويكون كافرا. شوف هذا اللي يتكلم بأنعم أهل الأرض، كل شيء كان عنده كل شيء كذا، فيصبغ صبغة من أهل النار أو فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله. فسبحان الله، نحن نطمح إلى الجنة حتى إذا تنغصت في الدنيا، حتى إذا تكدرت، حتى إذا كانت جل حياتك عشتها في كبد وابتلاءات وكذا، فاعلم أن الموعد الجنة، اعلم أن الموعد هناك، لا حزن فيه ولا كدر، حتى التعب اللي أنت تعاني منه مش موجود في الجنة، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو، ما في أشياء تتعب. خلاص الآن انتهيت من التكليف وأتيت إلى التشريف، إلى دار عظيمة جدا الواحد يستمتع بها، الواحد يريد أن يعيش فيها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يصور لك الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحين أنا إذا جيت أوصف لك شيء، مثلا أقول لك في بلدة من البلاد جنة الله في أرضه، تمام؟ فأنت أما تكون شيء شايفة فتقيس عليه، أو شيء سمعته، أو شيء تتخيله في قلبك، صحيح؟ يخطر على بالك وعقلك من الأشياء التي رأيتها. لكن في الجنة أشياء لم ترى مثلها في الدنيا، فأن لها أن تتخطر. صحيح؟ سبحان الله. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الجنة التي لا فيها نصب ولا لغوب ولا حزن. اللهم نور وصداك نور، سبحان من أوحاك وفوح هذه السطور، نفائس من نداك، نفائس من عطاك. بعد أن دارت الحوارات وتناقشنا مع الشباب في الجنة، أفدنا من ذلك أن الجنة لا حزن فيها ولا كدر، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، أن كل هذا الشقاء، أن كل هذا التعب، أن كل هذا النصب، أن كل هذا الحزن، أن كل هذا الهم، أن كل هذا الغم الذي كان يعيشه بعض الناس في الدنيا سيذهب مباشرة.
وذلك بأنه يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا ربي لم أر بؤسا قط، فكيف بمن ترفع درجاتهم في الجنة؟ كيف بمن ينالون الرضوان؟ كيف بمن ينالون الرضا من الله سبحانه وتعالى؟ هذه دار ليست دار تكليف، هذه دار تشريف، بعد أن كلف المؤمنون أنفسهم العناء في الدنيا، حتى إن بعضهم قد يكون من الأغنياء من الله سبحانه وتعالى عليه بنعم وأموال في الدنيا، إلا أنه كابد من الدنيا همًا وحزنًا وغمًا، قد يكون ذلك في التكاليف، يعني فهو يصوم لله سبحانه وتعالى، هو الآن يكابد نفسه ليقوم لصلاة الفجر ليصليها لله سبحانه وتعالى في وقتها، هو الآن يكابد نفسه التي تحب المال حبًا جمًا فيخرج الزكاة ويخرج الصدقات ويفعل مثل هذه الأفعال التي قد تسبب له شيئًا من الضيق وشيئًا من الحزن، ولكنه يوم القيامة كل هذا لا يوجد، ذهبت هذه التكاليف كلها، فالآن يتمتع بما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فهذه صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، كما ذكر أنه لا تصيبهم فيها الأحزان ولا يصيبهم فيها النصب ولا التعب ولا اللغوب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، فهذا والله النعيم المنتظر الذي ينبغي أن يبذل له الغالية والنفيس. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة التي لا حزن فيها ولا نصب ولا لغوب. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. هنا بعمر الزهور جيل هواه هداك، طاب اللقاء والشعور على بساط ضياء. سافر بنا.